وخلال جولته التفقدية بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، زار رئيس مجلس الوزراء مصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة من خلال الجهات المعنية لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير الخارج باستثمارات تركية تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.